العافية دكتور. السلام عليكم، الله يعافيكم. ننتظر الشباب والصبايا يدخل المحاضرة إن شاء الله. اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوع محاضرتنا عن التطريد في النحل اللي هو السوارمينج. إن شاء الله الصوت واضح. واضح دكتور، واضح يا دكتور. التطريد هو خروج يعني من النحل من الخلية إلى موقع آخر، هي عملية طبيعية وضرورية في بعض الأحيان لاستمرار النوع والمحافظة عليه في حالة إنه يعني زادت الأعداد عندي وبدي أنتشر، يعني أطلع أبعث جزء من الخلية في طرد في كمية من النحل إلى مكان آخر، أو خروج الخلية كاملة لسبب إنه ظروف غير ملائمة في الخلية من ناحية الغذاء أو الآفة، فبتخرج هذه الأعداد إلى خارج الموقع وخارج الخلية إلى مكان آخر. إذا هي عملية طبيعية ضرورية، حكينا ليش الاستمرار النوع محافظ عليه، وهو ظاهرة طبيعية في النحل وسيلة للتكاثر والانتشار، وهذا يؤدي إلى حفظ النوع. في الحالات الطبيعية عندي زيادة أعداد، يعني بتقسم جزء من الطائفة، يعني عندي مثلا أعداد معينة من النحل، بيقسم حاله النحل إلى جزئين من 30 ل 70%، يعني 30 ل 70 نسب معينة بتطلع، مش أقل من 30% من النحل مع الملك الموجودة بتغادر الخلية عشان تبدأ تعمل، تبحث مكان تعمل طائفة جديدة. دائما بتكون في فترة النشاط وفصل الربيع هذا التطريد، وعندي نوعين من التطريد، عندي التطريد الطبيعي والتطريد الصناعي. هو هذا شكل الطرد، شايفينه تجمع، يعني نحل طالع وطلع يسكن موقع غير موقع الخلية الموجودة، بيطلع له على مكان ثاني. من الحالات الموجودة عندنا يعني بتلاقينا مثلا فرع شجرة موجود عليه كمية نحل، مكان معين عليه كمية نحل، هذا نسميه طرد.
التطريز الطبيعي يقصد به خروج الملكة القديمة الطائفة من خليتها مصطحبة معها بعض العاملات وبعض الضفير إلى مكان جديد يتم اختياره من قبل العاملات الكشافات. عند العاملات الكشافات تخرج وتختار موقع مناسب، وكان هناك قرار داخل الخلية إنه أنا بدي آخذ جزء من الخلية وأخرج فيه لعدة أسباب. إنه أنا يعني كيف البيت اللي بيطلع منه بيت، تكاثرت الأعداد وأصبح المكان عاصم مثلا مزدحم أوكي ونشيط الخلية، ولكن المكان لا يسع. فالخلية الملكة بيعمل بيوت، يعني شغلات بيعمل بيوت ملكات جديدة، وقبل أن تخرج الملكة الجديدة بتكون حاملة حالها الملكة القديمة مع جزء من 30 إلى 70% من الأعداد الموجودة، وتخرج بناء على اختيار الكشافات للعاملات على الموقع الجديد. عندي أسباب التطريز الطبيعي اللي هو natural swarming. ازدحام الخلية يزداد نشاط البيوت في فصل الربيع. عند امتلاء العيون السداسية بالحضانة والعسل وحبوب القاع، عندي عيون سداسية يعني بدي أبني عيون سداسية، وعبيت الخلية عيون سداسية وكلها شيء العيون السداسية في حضانة أو في عسل وفي حبوب القاع، وانتلم ما ضلش مكان نعمل عيون سداسية، ما بتلاقي الملكة مكان لوضع البيض، والملكة بتكون واصلة ذروة إنتاجها يعني. يرتفع عدد العاملات اليافعات، طيب هذول شو بده يشتغلوا؟ راح يزدحموا بدون شغل، ضيق المكان، شو تهوية، قلة غذاء، تلتف العاملات حول الملكة ثم تستعد للرحيل وتطيب مصطحبة معها الملكة القديمة. وفي الفترة هاي نلاحظ إنه في عندي بيوت ملكات في تلك الفترة، إنه أنا بدي أخرج الشغالات شو بيعملوا؟ بيعملوا بيوت ملكات وأكثر من بيت، واللي بتطلع أول هي اللي بتسيطر على الباقي، بتمنع الملكات الأخرى اللي دخل جد بتقاتله ويعني بتضل وحدها. عندي عوامل إضافية، إذا الازدحام في الخلية قلنا أسباب، لماذا تزدحم الأعداد في الخلية؟ كثرة أعدادها، كثرة الأعداد ما فيش يعني كثرة الأعداد في نفس الوقت ما فيش عندي مكان إن أحط بيض كله حضري موجود، بيض مليانة إن كانت حضنة أو عسل أو حبوب لقاح، وعندي أعداد كبيرة من الأفراد النحل الشغالات، ما في إذا يعني شغل محدود وأعداد كبيرة، ففي عندي فائض في العمالة وعندي من الشغالين. لما نحكي في عوامل وراثية اللي هو المقصود فيه، هل هناك اختلافات في سلالات النحل حول ميول النحل للتطريد؟ نعم، بعض السلالات تكون ميالة للتطريد أكثر من غيرها، النحل المصري، النحل البلدي السوري كثير الميل للتطريد، نسبة للقوقاز الإيطالي قليل الميل للتطريد. هنا كمان في اختيار السلالات اللي أنا بدي أربيها، ما بدي سلالات ميالة للتطريد، ضلال تفضي الجزء وتخرج كميل وراثي حتى لو ما فيش ازدحام، ازدحام جزئي تمام، بتكون يعني بدي باخذ النحل الايطالي على سبيل المثال، بقول والله العوامل دي انه عنده قله ميل للتفريد وهذه ناحيه صحيه، لكن الفرض على احد الاشجار. بس انا عندي اسباب انه انا بدي اخرج لانه الوضع عندي مش مناسب، مش فقط من الازدحام، عندي الحراره والظروف الموجوده غير مناسبه، عندي سطوع اشعه الشمس مباشره بالموسم الفيض اللي هو في موسم غزاره، موسم الشغل، الشغالات ممتاز، الربيع ممتاز، الازهار ممتاز، الملكه في اوج عطائها، بتلاقي انه عندي حراره وحط لك انت شمس مباشره هناك، ارتفاع حراره في الخليه، بدها تخرج من المكان،
لذلك شو بنعمل؟ نعمل مظلات او بنحط الخلايا تبعتنا تحت الاشجار. اوكي؟ يعني عارفين انه اذا زادت الحراره الداخليه في الخليه بدها تهرب الخليه، تهرب مقصود في الملكه تاخذ الشغلات وتخرج من المكان. تعمل طرد وتضلها طالعه، لانه انت حاطها بمكان غير مناسب. عدم دكتور سؤال، معلش العفو، تفضل يا قديش درجة الحرارة المثالية في داخل الخلية؟ حكينا احنا يعني بالنسبة للحضن 32 درجة مئوية يعني داخل الخلية ولا خارج؟ داخل الخلية 32 للحضن 32. اه، يعني 32 هاي اللي قصدته بالحقل، يعني انها موجودة يعني مثلا في ايش؟ في يعني في مزرعة، في كذا، ولا في ايش؟ انت حاطه مش مكان فاهم. مكشوف، انت حاطه مكان مكشوف، الشمس حامية وحرارة عالية، اه، شو بده يصير فيها؟ يعني ترتفع درجة الحرارة يعني. يعني على حرارة بلادنا توصل 38 39 و40. نعم، إذا كانت في الظل ممكن تصور تكون أكثر. تصور انك حاطها بالشمس في الوقت هذا، حاطها بالشمس. انا بحطها بالشمس بالشتاء، ما عنديش خلاف، ما انا بدور على حرارة بالشتاء، مزبوط ولا لا؟ واحد بالشتاء بدور على شمس، اعتبر حالك يعني درجة حرارة قريبة على جسم الإنسان، يعني منك 35 36 37 كحرارة جسم، مزبوط؟ اعتبر الخلية يعني هي 34 مناسب هيك؟ 32 جيدة، 33 جيدة، 34 جيدة، لأنه اه، مفهوم. حتى الكل بدناش ندخل بتفاصيل دقيقة عماد، يعني تمام، دكتور. المناسب للحضنة يختلف من واحد للثاني، يعني الشغلات مش زي الذكور. نعم، مثلا من الشغالات 32 32 ونص مناسب الى الذكور 33 بيكون النمو افضل، انت ليه؟ لكن بدايه الثلاثينات بتكون جيده جوا، وهي بتحرق، يعني شفت انت الكميه الموجوده من النحل محصوره في مكان معين في حراره مرتفعه من نتيجه فرقته، مظبوط ولا لا؟ غير عندك اساليب حكينا، سلوك للتهويه، سلوك للتبريد. طيب بالنسبه للحراره، منتج الحراره وتبريد بتبرد، لكن مش لدرجه انك انت تحرقها حرق، ما بتقدر لك. هي بتدخل مي، مش حكينا بتدخل مي سلوكها بتهوي على معايا عقل؟ معك دكتور. يعني في حال انه ارتفعت ممكن يكون اجراء بسيط بيعمل انه الشغالات انهم بهون وبخفف من درجه الحراره، بس بس لكن الى المربي حدود لازم. معينه. انت بتحكي نعم، عن صح، مكان مزدحم جدا، يعني انت بتشوف كلامك سليم. شفت فتحت الخليه، مظبوط؟ نعم، بلقاني فل بين العيون السداسيه وبين الخلايا وبين النحل. فاذا انت كانت موجوده في شمس ومرتفع الحراره، ما بتقدر النحل يبرده، ومش مجبور يبرده، بيروح بيرحل، مظبوط ولا لا؟ تمام دكتور، الله يجزيك اذا خير، انت شكرا. عندك اذا عندك سكاوترز اللي هم فنكي، اللي الناس اللي بتطلع تدور لك، اللي تناشر الجنود تبعونك العمال اللي عندك، وقايلين لك والله يا سيدي انه المنطقه الفلانيه حلوه وبراد، بدنا نطلع جرش في الصيف، بدنا نصيف في جرش، مش مجبور تضلك قاعد في الغور، صحيح؟ اه، اه جرش. لانه عندي امكانيه ارحل، عندي امكانيه ارحل، فما بنسكني حدا اني ارحل. فاذا انت حاطني في درجات حراره عاليه ومكان مشمس، انت ليه كيف؟ وحراره ساطعه ومش معطيني ظله، اوكي؟ ورفعت الحراره اللي بنحكي قاعدين 38 39 و40 فوق، الحكي هذا بصير درجه الحراره برا بتكون 40، كيف بتكون مكان مسكر؟ بصير ساونا على طول، بدها تطلع وترحل، يرحل النحل. ولذلك انا كنحال بدي اعرف الناحيه هاي، بدي احط لها ظله، بدي اعملها مظلات اذا كان موجود عندي سهول، تمام؟ عندي منطقه مكشوفه ما فيها ظل، يعني السهول ما فيها اشجار على سبيل المثال، بحط لها مظلات. الان كمان عدم وجود اقراص شمعيه كافيه في الخليه حتى تقوم الملكه بوضع البيض بيه. مع انت قاعد في بيت ثلاث غرف، عندك ثلاث اشخاص، يعني لما يكون عندك ثمان اشخاص تسع اشخاص مكان مزدحم، طب المخلف وين نحط؟
الملكي بدأت بعيش سداسية وانت سكرت العيون السداسية عندك وما انتبهت انه أقراص الشمع اللي عندك صارت فل ما بين قضنة ما بين حبوب لقاح ما بين عسل. الناحية هاي بعمل طابق ثاني، بعمل طابق ثاني بحط براويز شمعية يبنى عليها العيون السداسية، يعني بفتح مجال للتكاثر لهذه الملكة، ومكان يحطوا فيه العسل ومكان يحطوا فيه حبوب لقاح. أكيد اللي بده يهاجر بيهاجر لأنه المكان حامي، طيب المكان فيه فش فيه أكل، قلة الغذاء في الخلية، قلة مصادر رحيق في المراعي، وعندك حكينا كشافات بتطلع بتلاقي والله في مكان بعيد شوية إنه في أزهار وفي رحيق وفي كذا، بترحل ترحل الخلية. عندي مكان مزعجني من ناحية إنه في عندي اعتداءات، سواء كان آفات تسرب في داخل الخلية، يعني داخل الوضع صارت وضع حرب بدي أطلع منه، إن كان اعتداء من دبابية أو آفات تانية راح نمر عليها أو عوامل أخرى، يعني آفات داخلية راح نمر علينا في بيصاب الآفات في كثير من يعني يصاب النحل في كثير من الآفات، الفيروسات بتيجي عليه، عناكب بتيجي عليه زي البارو. أوكي، عوامل أخرى تسرب المياه كمان ممكن لنا. قصور الملكة أو شيء فتها أو موتها ودور ملكة جديدة، الملكة خفت شغلها تمام، دور الملكة الجديدة ممكن ترحل. إذا أنا عوامل هاي شايفين هاي الخلايا النحل في الظل، عندي أنواع الطروز، عندي تلقيح أنواع الطروز، مش شرط إنه الطرد اللي هو يكون ناتج على الأسباب الازدحام، الازدحام طب في طرد، طرد التلقيح الميتنج سوار، الملكة ما بتطلع بتطلع مع طرد مع مجموعة منها ذكور ومنها شغالات، عملاتها مراسل، تخرج الملكة العذراء من الخلية بصحبة مجموعة من الشغالات وعدد من الذكور، حيث يتبعها الذكور يتم تلقيحها ثم ترجع للخلية بصحبة الشغالات التي خرجت معها. اوكي، هذا في طرد للتلقيح، كور قليل مش زي الطرود المهاجره هاي اللي بدها تطلع من الخليج كامل. كان الطرد الجائع بقل الغذاء في الخليه من عدم انتاج الحضري، بهاجر نحن من الخليج الوسطي في طرد كبير باحث عن مكان اخر، وهذا وين حكينا النحل الشرقي شائع فيه. مش قلنا كمان في عوامل وراثيه في السلوك تبع التطريد، حكينا المصري السلالة المصرية الشرقية، النحل الشرقي بيعمل ايه؟ بس لما بنحكي البرايم سوام تكبر الملكي من في السن تكل انتاجها من البيت، تلجأ شغلات الابناء ايش؟ بيت ملكية تصل ل 12 بيت ملك تضع في البيت، تتعهد شغلات تربية اليرقات الملكية حتى تتحول إلى عذراء حضارة، ثم تسد الشغالات فتحات البيوت الملكية، ومجرد طفل أول بيت ملكي تطلق الملكة من سن خليتها وصافي عدد كبير من الشغالات. الملكة بتشعر إنه أنا عندي يعني الهرمونات تبعتي قلت، إنتاجيتي قلت، أنا رحيل. الشغالات على طول بتعمل بيت ملكي بتجهزه وبتنمو فيهم، تغذيهم غذاء ملكي أو العذارة، يعني تطور العذارة المفروض فيه خلصت تطور الحضر اليرقي، ما هذا بنحكي التكامل أو يعني تطور تبع الحشرة هاي، تطبيق بيضة بتفقس إلى يرقة بتفقس بعد ذلك تتحول إلى العذراء اللي هي المرحلة اللي ما قبل البالغة، أول ما تصير يعني مرحلة العذارة يعني كمان شوي بدها تطلع البالغة بتسكر الشغالات فتحات البيوت لأنه ما فيش فيها تغذية سلعة، طول العوضري ساكن ما بتغذى اليرقة اللي بتتغذى على طول، مجرد ما سكرتها طمنت الملكة إنه يعني
ولي العهد جاي، اوكي بتضلها راحله. الطرد الثانوي طب الطرد الاول عفنا ليش؟ بعد 8 ايام تخرج الملكه الاصليه على راس الطرد الاول، تخرج احدى الملكات العذاره على راس طرد اخر من نفس الخليه، والله بيكون طبيعي بيكون عندك اكثر من ملكه. الملك الثاني بتضلها ماخذه كمان جزء اوكي وراح له، يعني الخروج ما بعد التطريد الثاني. اذا لم تدمر الملكه العذراء الاولى البيوت الملكية قبل خروج الملكات منها، فإن الخلية قد يخرج منها أكثر من فرد بعد خروج الطرد الثانوي، ولكن الشغلات تتجمع على رأس بيوت الملكات التي لم تخرج ملكاتها بعد، وتمنع الملك العذراء من تدميرها، وذلك خوفا من فقدان الملك العذراء أثناء رحلة التوقيع. وتستمر الشغلات لحماية مدة يومين وثلاث أيام حتى تتأكد من رجوع الملكة الأولى إلى الخلية ونجاح وبدأ عملية البيض. سبحان الله، يعني بتطلع الملكة طرد ثانوي أوكي، وصار عندي الآن طلعت الملكة الجديدة، أول ملكة طلعت جديدة. طب الملكات الثانية بده يطلع، وهي الملكة طلعت جديدة بده تطلع وهي تتلقى، الملك بده تطلع تتلقى. تقضي عليها الدكتور. بلال، بلال صوتك مش واضح. بقول الملك الجديد بتاخذ السيادة. اخذت السياده بدها تطلع تتلقى حالا اللي بنحكي فيه قاعدين. الملكه العذراء الاولى تمام بتطلع قبل خروج الملكات منها، ما دمرتهنش تمام. اذا لما الملكه العذراء ما دمرتهم راح يطلع كمان عندي ملكات ثانيه، كل واحد راح تاخذ جزء وتطلع اوكي بعد الطرد الثانوي. شغالات تتجمع على رأس بيوت الملكات اللي ما خرجتش، يعني الملكة طلعت ما لقتش ملكات، فالله الحال يعني لقت ملكات تقتلهم، لكن الملكة طلعت وما لقتش ملكات بدها تطلع تتلقى. مش قلنا في طرد للتلقيح؟ مظبوط، ملكة جديدة بدها تتلقى، بدها تعمل طرد تلقيح في الفترة. دكتور يعني بس تطلع الملكة هاي اللي هي الجديدة فترة التلقيح هاي بكونش طالع مثلا من الملكات الثانيات العذراوات في أحد؟ حالة، في حالة انه طلعت ملكات مع بعض تمام، الملكة بتطلع وبتدمر ايش؟ البيوت الملكية قبل خروج الملكات منها. طب وفي حالة حمايتها مثلا من الشغلات وما سمحنش للملكة بأنه مثلا لا اذا طلعت اكثر من ملكة ممكن يطلع ليش؟ يعني ممكن تطلع اكثر من الطرد الثاني. ملكة. هي الملكة دمر تمام؟ تتجمع الشغالات على راس بيوت الملكات اللي ما طلعتش. اوكي؟ تمام. تمنع الملكه العذراء من تدميرها، ليش؟ واقفه عندك، مش هسه دورك تدمري. تمام؟ روحي يا بنت الحلال اطلعي صار تلقيح. اذا رجعتي اهلا وسهلا فيكي، بيتك ما تطلعي. بلكي متي في الطريق، بلكي صار معك شيء. يعني شو ضمن لنا يطلع نفقد ملكة؟ سبحان الله، طلع كيف الفكر؟ نعم يعني بتخلي بتحافظ عليهم وقتيا، ما هم بيجوا بالترتيب بيطلعوا تخرج طب ممتاز، بترجع فكرة مطروحة ترجع ترى. ترجع اوكي يوم يومين ظلها حامياهم، تأكدت من رجوع الملكة تمام، بدأت تبيض نجاح عملية التلقيح، بدأت تبيض فهمت علي كيف؟ خلص بخربوا الملكات بيوت الملكات الجداد. اها يعني كمان هاي فيها اعجاز رباني. كيف شو اللي علموا النحل؟ انه يستنى مزبوط ولا لا؟ ما يخربش اللي عنده، ما يصرفش اللي عنده حتى يجي اللي جاي. اوكي صحيح. استثمار، لانه هذا عندي نظريات في التقليد، كل عدة يعني نظريات، وكل عالم يسميها باسمه. نظرية جيرستاين
غذاء الملك الفائض. يضيف العالم يرسل حيث يفسر بأن النحل الصغير عندما يزدحم في الخليج ويجد أعداد كافية من الحضانة لاستهلاك ما ينتج من الغذاء الملكي، يقوم بناء بيوت ملكية حتى تستهلك هذا الغذاء. شو اللي وراء التطريب؟ كيف بيعرف النحل انه انا زاد العدد؟ عنده بقول لك جيست تانك، انه النحل الصغير بيزدحم في الخليج. اوكي؟ ما في عدد كافي من الحضانه لاستهلاك ما ينتجه من الغذاء الملكي. نحن غير اول اسبوع مش حكينا بتكون تصنيع الغذاء من 1 لـ3 ايام، بنظف من 3 ايام لـ6 ايام النحل بطعمه الخبز النحل للشغالات الحضر الكبيره، وعندي من 6 ايام لـ9 ايام هذول الفتره اللي بيكون يعني نسميه عمر اسبوع في النحل. طبعا بعمل الغذاء ملكي، وين بدي ودي؟ ما فيش حضانه صح؟ مين معاي؟ هذا دكتور معك يا دكتور معك. انا عندي كميه غذاء ملكي، البيض الحضنه الصغيره بعطوها غذاء ملكي في البدايه، وبعدين بيقطعوا عنه بيطعموه خبز النحل مشان يصير شغالات. مظبوط هيك فهمنا؟ والملكات بتتغذى غذاء ملكي، حضنه تبعت الغذاء كله غذاء ملكي. انا عندي كميه كبيره من التصنيع تبعت الغذاء الملكي، والمفروض فيها طعمها صغار الحضنة الصغيرة. طب صار عندي فائض بضلني طعميهم بالزيادة، هيك بقول لك غير السيك، هيك بصير عندي ايش؟ ملكات جديدة. يعني فهمت علي؟ بيروح ببني له بيوت ملكات، بقول لك انا الحضنة هاي فهمت علي؟ بطعميها غذاء ملك على طول، بصير عندي ملكات. هيك فسر على جيسنج انه هيك بفهم النحل، انه صار عندي اعداد كبيرة ونشاط كبير بالخلية، انه عندي زاد انتاج بالغذاء الملكي وما في استهلاك له. فقال له عن النحل لما اشوف انه عنده غذاء ملكي ما في استهلاك له من قبل الحضانة، تمام، بعمل عيون ملكية وضل طعمه غذاء ملكي وبصير ملكية بصير تطريب. هي احد ايش نظرية. النظرية الثانية بيمر الاولى ايش اسمها؟ نظرية الغذاء الملكي الفائض. هذه النظريه دي قال لك يعني مش ممكن يحكي فيه جيرستيك موجود، لكن انا بدي احكي نظريه ثانيه اسمها الازدحام العددي. بقول لك زياده عدد العاملات في الخليج، تاخر الملك في وضع البيت، تقوم العامله الصغيره بنقل بعض اليرقات الصغيره من العين الثلثيه لبيوت الملكيه وتبنيها، وعندك خروج الملكات العضلات تصبح الطائفه جاهزه للتفريغ. ولكبرت الشيخة تبعتنا وعندنا ازدحام كبير، فيش مكان، فيش بيض جديد، فيش بيض جديد، فيش مكان. ماشي، اللي بأخر الملكة وضع البيض، فيش مكان توضع البيض فيه. يعني في عندي ازدحام، لما اشوف انا عندي فيش بتطلع النحل بتطلع فيش بيض جديد، فيش بيض جديد، فيش بيض جديد، عرف انه عنده مكان البيض بيض النحله الام. اذا عندي ازدحام المكان منتلي وقاعد انا بدور على بيض جديد مشان استنى يفقس مشان اطعميه، ما فيش شيء جديد. على طول بعمل ايش؟ بنخلي بعمل بيت بيت ملكي عيون سداسيه الملكية، أوكي، بيوت ملكية، وبنقل البيض فيه، وبعد ما يصير يفكس ويتغدى ويصير عذارة بتصير تطلع الملكية. يعني نظرية بتطلع قتول الملكة أو شيء قوتها أو فقدها. يقول لك الملك المسنة تضع بيضا غير مرقع، وهذا البيض ينتج عنه ذكور تشجع دار التطريب في بعض. يعني
مش شرط، هو بيقول لك معدل 11 شهر، حكينا من يعني من 7 سنوات بتضلها قاعده تعطي بلوكها بعض العوامل. لكن في الحاله هاي انه انا حكينا الحيوانات المنويه في الحوصله موجوده اعداد معينه، ففي حاله انه اصبحت لا يوجد بيض ملقح فالبيض نفسه البيض بيطلع ذكور، مش حكينا البيض غير ملقح بيطلع ذكور. مضبوط يا حبايبي؟ مظبوط تمام. يا دكتور، مظبوط يا دكتور، مظبوط. اذا الملكه في حاله انها صارت تطلع بيض غير ملقح، تمام دكتور، تمام. فاهمين؟ يعني اصبح عندي ذكور، اصبح عندي تطريب. الذكور ليش جيد؟ يبدو يلقحه، يلقحه ايش؟ ملكه جديده. هيك بفهم عندي النحل. الملكه حطت بهذا حضر يعني بيض غير ملقح، يعني انا لازم كشغاله اعمل بيت ملكي. ودول الملكه ان كانت قاصره وشافت يعني كبرت بالعمر وصارت تعطي الحكيها، او انه عندي ازدياد في اعداد الخليه تعطي الملكه بيت ملقح بيض غير ملقح، لانه بدها ترحل خلاص، بدها تعمل ذكورة للملكة الجديدة. عند ظهور الملكة البيوت غير الملقحة في الخلية، يعني أنا لازم أعمل بيوت ملكية وأعمل ملكات جديدة. هذا قصور الملكة فقد شيخوختها كلا. عندي علامات أنا كنحال. طيب عمي شو أعمل؟ إيش اللي ممكن اعرف انه النحل بده يعمل طرد، وانا بدي استناه يعمل لي طرد واخسر نص الخلايا؟ لا، بدي اشوف عوامل معينه بتهمني انه في عندي شيء غلط والنحل راح يرحل بجزء من الشغالات. كثره وجود بيوت الملكات، في بيوت ملكيه يعني. البيت الملكي أكبر شوي، أطول شوي، شايفينه؟ هذه بيت ملكية. هاي 1 2 3 4. أوكي؟ بطلع على العيون السداسية، إذا وجدت إنه عندي بيوت ملكات، إذا هذول الملكات راح يطلع، إذا هذا علامة إنه في تطريب. كل التشطيب الملكي في وضع البيت بسبب عمليات تغليفها. إذا كان عندي عيون سداسية وكمان ما فيش بيت ملكي، إذا في عندي مشكلة بدي أروح على النحل. ازدحام عش الحضانة، عندي حضانة كثير ومزدحمين، فيش مكان لبيض جديد. ظهور حكينا عدد من حضانة الذكور في الخلية، إذا صار عندي حضانة ذكور إذا عندي تطريب. تكون حركات العاملات على الأقراص بعصبية وتعمل صوت بالزن. اوكي، بدها تطلع علامات خارجيه، سماع طنين غير عادي للنحل، بجهز حاله اخ بده يجمع حاله بده يرحل، تجمع عدد كبير من النحل امام مدخل الخليه بده يتجمع هناك بده يرحل. انتشار النحل بشكل غزير على جسم الخليه من برا تجيب بتجمع عشان بيرحل. في العادي بس بدخل النحل وبطلع شغله العادي، بجيب اكل حبوب اللقاح وبدخل بوصله او بدخل جوا بعمله عسل او بخزنه. اوكي، وبضله طالع. لكن تجمع اللي بده يرحل زي الانسان سبحان الله، اللي بده يرحل بجمعوا حاله مع بعض وبيطلعوا. هذا التجمع. في الحاله العاديه ما في تجمعات، البيض بس بدخل واحد من الباب بدخل اثنين من الباب، لكن شفتهم متجمعين بيجي النحل بدل يروح يضل طالع يسرح ويجيب من الازهار الرحيق، بتلاقيه بس بيطير وبلفلف حوالين الخليه، مش بدوش يطلع يشتغل. الزلم جايز حاله يرحل اليوم معطل، ما بديش اشتغل
لانه عندنا رحيل، بتلاقيهم متجمعين بالطائره. اذا كانت تجمع باب الخليه صوت عالي مثلا حوالين جسم الخليه، وممكن يكون حوالين بالطائره، يعني اما بتجمع هو يعني بقعد على الخليه بتجمع، او على باب الخليه، او بكون طاير حول الخليه، متجمع حول الخليه بجهز حاله للرحيل. لقيت طرد يعني الأسوار مع نحل طاير مع بعضه، بدي أوقفه، بدي أصيده، بدي أرجعه. إذا كنت أنت شايفه بالطبيعة بدك تصيده وشغل زي شو بعمل؟ رش الماء من الخرطوم وتضع الإبهام على فتحة، على شكل بعمل رذاذ على النحل، بتلاقيه هدي مستقر، بعف التراب أمام الطرد بيهدى، أحداث أصوات مزعجة بهدى، عكس أشعة الشمس على الطرف وسط المراية بحط بسلط عليه ضوء بهدى. شو هي تعمل؟ بهدى النحل وبستقر على رجل شجرة على جدار، بتركه ساعتين ساعة ساعتين بس يقدر يتجمع بالشكل اللي أنا شايفه. تمام خلاص، هي بدي ألتقطه الآن، بدي آخذ النحل هذا الموجود شايفينه، بدي آخذه وأحطه في خلية وفي نهاية الطرد، لكن التجمع هذا هو طرد النحل. الآن أنا بدي استخدمه، بدي أجيبه. هلا شو بعمل؟ بجيب ثلية أو ثلاثة من البرواز فاضية ما فيها نحل، تمام؟ بحطه تحتيه او مكان قريب عليه، اوكي، بوضع خليه فارغه مجوده ببعض الاقراص الشمعيه تناسب مع حجم الطلق، مثل الرويده بقرص قرصين عسل وحليب لقاح، قرصين شمع اساس، او قرصين يحتويان على بيض وحضن بدون نحل، لانه يعني اقراص شمعيه، تمام، مع عسل مع حبوب مع حضنه، اوكي، من خليه ثانيه بكونش عليها النحل بالمره، مثل بدخله هاي الاقراص الموجوده، ما في نحل، كان انا بدي اخذ النحل الموجود هاي واوضعه جوا، اوكي، بقص الغصن، اوكي، او الفرن متوزع على الطرد، وبنحطه وين؟ فوق اقراص الغذاء والحضاري، بحطه فيه زي بحطه، شوف كل النحل وين راح؟ هاي الغصن شايفينه القطاطي، كل النحل دخل على الخليج بهدوء، بقوم بتخطيط الغطاء الخارجي للخليج، نكفي الباب الخليج، مجموعة من الأعشاب، ثم ننقلها إلى المكان الدائم التي يتم فيه رعي. بدي أتأكد من الملكة إني أخذتها، ماشي؟ ماشي حبايبي؟ ماشي يا دكتور. ماشي. يعني انا عيني على الملكه، ما دام متجمعين متجمعين في نحل هادي جدا، بحيث انا بايدي بس شيء ببعد النحل بفرز فيه حتى اشوف الملكه، اوكي، النحل الهادي هذا، قلنا نحط كل النحل فوق هناك، بنزل بدخل على العسل، بدخل على الحضانة، بدخل على السداسية، بيستقر والملكة بتنزل تلقائي. لكن إذا أنا ما عنديش الشغلات هاي، تمام، وعندي مكان بدي النحل يجيني، النحل يجيني بطريقة، بطريقة ثانية إنه بخلي اللي بشوف الملكة إذا بقدر أحصل عليها في البداية، إذا شفتها بعناية خاصة بأخذها بحطها زي القفص الصغير في هذه البيت، صغير بلاستيك نغطيها ببلاستيك مخرب بحيث انه تغلق، وتثبتها جوا مكان معين، اذا بدي احطها بصندوق او شغله زي، بتلاقي كل النحل موجود بالحجم، وهي انا ثبتها في مكان معين، عملت لها غرفه سكرت عليها، لكن رائحتها تقدر تطلع من هذه الغرفه، يعني